في حادثة غريبة هزت أواسط مدينة طرابلس، ألقت الشرطة القبض على شخص قام بسرقة جهاز حاسوب من شركته، فما سبب إقدامه على هذا الفعل؟ مديرية أمن طرابلس كشفت عن تلقيها بلاغاً من الشركة المتضررة مفادها تعرضها لعملية سرقة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات، وبعد تحقيقات مكثفة تمكن الفريق من الوصول إلى المشتبه به الذي تبين أنه أحد العاملين في الشركة. وبعد مواجهته بالأدلة اعترف المشتبه به بقيامه بالسرقة مبرراً فعلته بعدم تقاضيه لمرتبه منذ فترة، وعليها تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه وإحالته إلى المركز المختص تمهيداً لعرضه على النيابة العامة مرفقاً بالجهاز المسترجع مبرزة الجريمة.